مرحبا. هون في بس هيك من تريك معلومة، يعني إذا أنا عندي A على B بيساوي C على D، proportionality يعني. ف فينا نستنتج حياة عن كذا شغلة. هذا فينا نستنتج، هو فينا نستنتج إنه هي تطلع صح وهي كمان تطلع صح، وبيتبرهنوا طبعا هيدي A ناقص B على A، كان عم واحد عم يعمل relative error مثلا او شيء هيك حسب يعني. كمان نفس الشيء، فهي بتطلع شغله منطقيه انه هاي بتودي لهاي، هاي نفس الحكايه تقريبا، بس هون relative to b هون relative to d. هون بدنا فيهم في كمان شغله تانية مهضومه هون برهنا، هي هاي كمان مره تانية. اذا عنا A على B بيساوي C على D، ففينا إذا بنعمل A ناقص في رقم كمان نفس الرقم هون، جربت على أول مرة A ناقص E هل بيساوي A ناقص E على B ناقص E من دون C وال D هون، يعني هو بلاهم، هل بيساوي C على D؟ لا ما بتزبط، فكأنه الواحد عم بينقص ال C كأنه الواحد عم بينقص ال D، ولكن أكتر من هيك قلنا حق كمان بـ factor بـ coefficient. هاي حياة مهمة. وكمان بيقدر الواحد يستنتج إذا هيدا بيعمل لها extension مرة تانية. طبعا هون شو بتساوي C على D اللي هي ذاتها A على B، كمان هي ذاتها A على B، فبنقدر نعمل لها extension هاي مرة تانية. إذا فرضا هيدي كلها هلا يعني صار عنا مثل ratio جديد إنه هي بتساوي هيدي كلها، بس نلعب نفس اللعبة هون على هول، فينا نبرهن إنه إذا نحط هون مثلا فاكتور كي عم يضرب خاصة بالاي، وهون فاكتور كي عم يضرب خاصة بالبي، كمان بتطلع صحيحة. اوكي كمان بتساوي اي على بي، وحتى هون إذا بدنا خلينا نحط زائد زائد ما حدا له معنى. اوكي بس هيدي هي، فهول هيك تريكس مهضومين، هول يعني مستوى صف سابع بس مهضومين.